يعني اي حكومة الان القادمة هذه اللي مش تشكل اولا يلزم تحقق الصفة المطلوبة منها بالتوافق بين الجميع من قبل، هي ان تكون حكومة كفاءات وطنية مستقلة فعلا في قراراتها. مثلا بالنسبة لكم لازمش يكون فما وزراء اللي موجودين اليوم في الحكومة؟ مش ممكن بخلاف السيد بخلاف مش ممكن، معناتها ما ينجمش في وزارات معينة يخليهم، مثلا وزارة السيادة لازم يصير تغيير فيهم بالنسبة لي. لابد انا شفنا احنا مدة عام ولا عامين، مدة عام تقريبا من حصول الاغتيالات من تكونت الحكومة الحالية، فما شفناش في مستوى العدالة استقلالية، في الأمن مازال التهديد بالإرهاب مازال موجود رغم كل ما يظهر من مقاومة الإرهاب، لكن مش كافي. لأنه علاش مش كافي؟ لأنه ثم كثير من المؤشرات اللي تدل على وجود تغاضي، على الناس تدخل وتخرج وسلاح يدخل ويخرج وعلى إرهابيين يدخلوا ويخرجوا وعلى حتى المسؤولين يقولوا لنا نتوقعوا اغتيالات جديدة، نتوقعوا عمليات إرهابية. أنت صار تتوقع، أنت مسؤول وعندك المعطيات والاستخبارات. اذا بالنسبه لك لازم الوزراء الكل اللي موجودين في الحكومه اليوم ما يرجعوش، يلزم مش فقط ما يرجعوش، يلزم الا مش يعوضوهم يكونوا كفاءات حقيقيه ومستقله حقيقيه ونحكم على الاشخاص. اذا هذه الرساله اللي تواجه بها حركه نداء تونس الى السيد مهدي جمعه، هذه الحاجه الاولى. حاجه ثانيه، ثم استحقاقات متفق عليها وموجود الكثير منها في خارطة الطريق او في ما وقع فيه التوافق في الحوارات السابقه، وهي التالية، معناها ما فيش حتى أدنى شك أنه شنو اللي لازم يتحقق، شنو اللي لازم يتحقق الحكومة هذه. أولا سعى أنها تقاوم الإرهاب والعنف وتوضع حد وتحسن الوضع الأمني، هذا شرط، لأنه بدون هذا ما مش يجيك الاستثمار ولا أي عمل إيجابي، مش تقعد الوضعية، لأنه ينعكس هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي بطبيعة الحال. عندك كذلك فيما يتعلق بكل ما هو روابط حماية ثورة اللي هي ميليشيات وتمارس في العنف وبل شاركت حتى في بعض الاغتيالات، هذا أيضا من الأشياء الأساسية. عندك أيضا لابد من إجراءات عاجلة للوضع، معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي بصفة عام، احنا توا في وضع أزمة كبيرة اقتصادية ومالية، واتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية باش تحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن وترجع شوية الثقة في هذا، لابد من إجراءات من هذا القبيل. عندك أيضا تعيينات الحزبية في الإدارات اللي هي جعلت خصيصا لتزييف الانتخابات القادمة، وما فيش حد شك لأنه اللي يحط حد ما هوش كفء، لأنه فقط ينتمي الحزب في إدارات حساسة، إيش معناه؟ معناه يحب غدوة ما تكونش الانتخابات نزيهة، أما اللي يحب انتخابات نزيهة وحرة بالحق يلزم يحط ناس يتميزوا بالكفاءة والحياد. الإدارة يلزمها تكون كفاءة وحياد، مش انتماء حزبي، هذا أيضا شرط من الشروط الأساسية. عندك كذلك المساجد، شنو عشرات المساجد وقع احتلالهم عنوة وبعد عامين مازال عندنا شكون وزارة الشؤون الدينية تقول لك خارجة على السيطرة؟ إيش معناها بعد عامين عندك عشرات المساجد خارجة على السيطرة، فيها ناس يناديوا بالعنف ويبثوا في الفتنة ويكفروا في الناس ويستعملوا فيها حتى لتخبيط السلاح وإخراج الناس معناها من لممارسة العنف فيها، إيش معناها هذا؟ هذا يولي يشك الإنسان في أنه تواطؤ. هل يعقل حكومة وسلطة ودولة أنه ثم عشرات المساجد خارجة عن السيطرة بعد عامين؟ لا يعقل هذا، مش معقول مش مقبول، ما كانش ما ثماش دولة. هذا ايضا لا يمكن ان يتواصل هذا.